رمضان أحلى على قناة جرس. أهلا وسهلا ومرحبا متابعينا الأعزاء. في هذا المقطع سوف نريكم كيفية التقاط قناة زي ألوان وزي أفلام على التردد الجديد بعدما تم توقيف التردد القديم. إذن على بركة الله، وقبل بداية هذا المقطع ندعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة وتفعيل الجرس الذي يظهر جانبه، ووضع لنا لايك ومشاركة المقطع مع الأصدقاء وترك لنا تعليق مشجع إذا أعجبكم هذا المقطع. إذن لكي لا أطول عليكم كثيرا سنبدأ ونتوجه إلى قائمة في الريسيفر، ثم نذهب إلى التركيب الذي يظهر فيه شعار القمر الصناعي. نضغط عليه ثم نضغط على زر موافق أو أوكي في الريموت. تظهر لنا القائمة، نذهب إلى قائمة الترددات، ندخل إليها ثم نضغط على الزر الأخضر في جهاز التحكم الريموت لإضافة تردد جديد، ثم نقوم بكتابة التردد الجديد وهو على الشكل التالي. ندخل التردد وهو 11277، كذلك ندخل القطبية في، وبالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500. ثم نهبط وندخل إلى نضغط على موافق في الريموت، فيقول لنا التردد موجود مسبقا، أنا سبق أدخلت هذا التردد من قبل. إذن نضغط على حسنا ونذهب إلى التردد، هذا هو التردد. إذن وللبحث على القنوات نتجه ونضغط في الريموت على الزر اللي لونه أزرق لأجل البحث، نضغط عليه تظهر لنا هذه القائمة فنضغط على موافق، فتبدأ القنوات في الدخول. ننتظر قليلا حتى تدخل كل القنوات. إذن ها هي القنوات دخلت كلها جميعا. نضغط على حسنا أو موافق في جهاز الريموت لكي تحتفظ لنا القنوات. بهذا تكون القنوات دخلت بشكل سهل. إذن نعود إلى قائمة القنوات. إذن نبحث على زي ألوان وزي أفلام. إذن هذه هي زي أفلام شغالة وعليها السلطانة راضية الجزء الأول. كذلك سوف نجرب قناة زي ألوان كذلك إذا كانت تشتغل. إذن هذه قناة زي ألوان كذلك زي ألوان قناة كذلك تشتغل وعلى نفس التردد الذي قمنا بإدخاله وهو 11277 في 27500. إذن متابعينا الأعزاء بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا المقطع. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا المقطع مع الأصدقاء لكي يستفيدوا كذلك، ووضع لنا لايك للتشجيع فقط لكي نستمر بنشر لكم كل المقاطع التي تخص القنوات الهندية. إلى اللقاء. رمضان أحلى على قناة جرس.